هاي جايز، هلو شاريم شاكت. كالعادة صافا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي هو هذاك كي غادي مع شي صيام؟ بعدا قبل ما نبداو لا فيديو بغيت نقول لكم ميرسي بور لا ديرنيير فيديو، وصلت ل 2200 فيو في يومين، دونك ميرسي بوكو. اليوم اللي كنصور هاد الفيديو هادي اليوم فين وصلت ل 2200، دونك شكرا لكم بزاف. ما عرفتش كيفاش هذيك لا فيديو صراحه طلعت، ما كنتش متوقعها. انا نورمالمون كيكونوا عندي لي فيو 400 500 كاع 600، ولكن 2200 صراحه شحال هذه ما وصلت لهاد الرقم هذا، وفرحني بزاف وجيت نقول لكم ميرسي، شكرا لكم بزاف. دونك دابا دخلنا للكوزينه، بديت لكم الفلوغ ساعتين قبل المغرب. غادي نفلوغي وصافي. انا من نهار الاثنين، اليوم ميركودي، من نهار الاثنين وانا كنقول خاصني نصور وما كنصورش. كنت حطيت لراسي اون بريسيون، كنقول خاصني ندير شي فيديو في شكل فلوغ. درتو، صورت لكم اون سيمين، صورت لكم نايت روتين، صورت لكم دي ريسيت، اشنو خاصني ندير الجديد؟ شي حاجه واعره. وبقيت حاطه لراسي هاد لا بريسيون وما درت حتى شي حاجه. دونك اليوم قلت غادي نصور اي حاجه، مهم نصور لكم كونتنت. الوغ غادي نطيبو دابا. شنو غادي نطيبو؟ غادي ندير ان غراتان ديال البطاطا والكفته. بالنسبه للناس اللي كيطيبوا واعر تبارك الله عليكم، طب انا ما كنطيبش واعر، كنتعلم، كنديباني، كندير داكشي ساهل وبنين. دونك اللي باغي الحاجات الساهلين والبنان تبع معايا. هنا خديت البطاطا، غادي نغسلها، نقيها ونديرها تسلق. صافي دابا ما كانوا نديرو كفته وصافي. عرفتوا انا هاد رمضان جاني غادي طاير بزاف، واش حتى نتوما ولا لا؟ ما عرفتش، ما حسيتش به، جاني دغيا دايز. وقال بديت كنشرب باسكو فاش كنت صغيره كان كيجيني رمضان طويل، وعقله ديما الناس اللي كانوا كبار كانوا كيبقاو يقولوا دغيا طار رمضان، زعما ما تخاوش برمضان دغيا طار. داكشي انا كنقول لهم ما دغياش طار. كنت كنحس به كثر فاش كنت صغيره، ما عرفتش واش لاج واش ما عرفتش. المهم انا كنقي دابا في البطاطس. قطعت البطاطا دي طرونش وغنديرها تسلق. قلت انا مع راسي الا قطعتها درتها تسلق تسلق ليا دغيا، احسن ما نديرها كامله. ما عرفتش، صححوا لي المعلومه الا كانت عندي معلومه غلط. عرفتوا شنو لاحظت؟ انه حتى رمضان عاد كنبدا نطيب، واخا انا الطياب كيعجبني وما كنعرفش ليه، ولكن كيعجبني نتعلم نشوف دي غوسيت ونعاود نجربهم. مي حتى رمضان عاد كنطيب اكثر، وقال داكشي اللي كنطيبو في رمضان ما كنطيبوش في العام كامل. دونك دابا ريزولوسيون، قررت من دابا انه غنبدا نطيب واخا ماشي في رمضان. استعدوا دابا من ورا رمضان تشوفوا لي غوسيت. ما تقولش زوغا كلا تولي شيف زوغا، ماشي كاع ديك الدرجه. غادي نبدا نطيب وغادي نتعلم لي غوسيت جداد وداكشي كامل. صافي عندكم شجعوني. غنزيد شويه الملح، عارف الصراحه شحال الملح. انا ديما عندي هذا المشكل في الطيب، ما كنعرفش شحال الملح، حيت ديما كيقول لك الملحه عينك ميزان. انا ما عنديش عيني ميزاني، باش نشرح لكم، ما عنديش عيني ميزاني في حتى شي حاجه. كنبغي معلقه صغيره، نص معلقه صغيره، داكشي بالتفاصيل. وغنغطيو عليها حتى تطلق. دابا ندوزو للجافه. الوغ دابا غادي ناخذ بصله ونقيها، غادي نقطعها طريفات صغار باش غادي نشحرها مع البصله مع الكفته. كفته ماشي بصله. عرفتوا انا شحال هادي؟ كانت البصله كتخلعني في الطياب حيت كتبكيني. دابا واخا كتبكيني كنطيب بها بيا ولا بيها. اجي نديرو انتي ماما اي سي ام ار داكشي. غناخد مقله ونشحر فيها هاد البصيله هادي.
جيني راسي كنهضر في الشكل اليوم سي با جو كومبرون با. المهم نقله غادي نشحروا فيها البصله دابا غادي نزيد الكفته دابا غندير لا بيشاميل غندير جوج معالق كبار ديال الزبده زدت جوج معالق ديال الدقيق وغادي نزيد وغادي نزيد سكر الحليب ليت الكغاتان ديالي وجدته في الوقت ولا قبل الوقت كاع دابا كنتسنى في المغرب راسي ضرني الصراحه اليوم راسي ضرني سبا غراف هاي هلو باك ما كنتش غنكمل لا فيديو المهم فطرنا من مورا الفطور كانت نوبتي في الماءان درت الماءان من بعد صليت ملي جيت نجلس هو يجيني واحد النعاس واحد العيا من بعد ملي شربت قهوه وانا نفيق شي شويه دابا راه 12 هادي وقلت علاش لا ما نوضش نجمع البيت حيت كاينه واحد الروينه كبيره بزاف من هنا يبان لكم الخبر هنا كاينين حوايج لهيه كاينين حوايج لهيه كاينين حوايج المهم كاينين حوايج في كاع البلايص هاد الحوايج ماشي ديالي بوحدي ديالي انا وخواتاتي ولكن اليوم غادي نحاول نجمع من غراند بارتي سمحوا لي كاين الشعه ديال الضو كنبقى فايقه فايقه قلت اللهم نجمع هاد الحوايج صراحه شحال وهما كيتسناوني شحال وهما كيتراكموا شحال وهما انا كنشوفهم وكندير راسي ما شفتهمش انا الروينه واخا كتعنكشني ولكن ما كنجمعهاش بزاف انا كندير نهار واحد كنجمع فيه بزاف ولكن كتبقى ديك الروينه تجمع 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 حتى لذاك النهار اللي كنجمع فيه كلشي هذه حاجه خايبه وما كرهت تكون كنت كل نهار كنجمع شوي 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 انا لا كل نهار كنرون شوي 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 ديك الروينه كتبقى غاده وكتكبر اليوم قلت نطوي الحوايج حيت ترونوا بزاف واحد الكرسي بعدا راه ولا جبل بغي نجلس في الكرسي كنخويه في الناموسيه ملي كنبغي نعس في الليل في الناموسيه كنحيد الحوايج من الناموسيه نحطهم في الكرسي هو واحد لوستيك الغادي دابا ولاو الحوايج في الكرسي وفي الناموسيه دونك وصلنا للطو غادي نحاول نطوي علاش ما قدرت الصراحه ولكن غادي نحاولوا نديروا الماكسيموم وغادي نبارطاجيه معكم باش نتشجع حيت عارفه راسي الا بديت راسي والليل دابا غادي نبدا نعقد واخا انا ما فياش نعاس دابا الصراحه جاني قبيله من مورا الفطور ومشى ولكن الا ما صورتش غادي نعقد وقلت انا بديت معكم قبيله لا فيديو بديتها كملوها ونديروا كلين ماي روم ويذ مي اوكي غادي تكونوا معايا وتعاونوني ايموسيونيلمون غادي نجيب البيسي ندير شي حاجه نتفرج فيها باش نتلاها حيت انا عارفه راسي غادي نعكس المهم غادي نطوي اول حاجه هادو اللي هنا وحتى الحوايج اللي في الماريو ديالي غادي نحاول نخرجهم ونعاود التعازيله باسكو الجو بدا كيسخن شي شويه من مورا رمضان غادي يكون سخن شويه الجو الحوايج ديال مي سيزون يخرجوا دونك نحاولوا نديروا هاد التعازيله اونصامبل في هاد الليله الرمضانيه لوبجيكتيف هو نكمل هاد قراءه الماء خصني نتفكر نشرب ونطوي الحوايج اونصامبل اوكي اش بالكم في هاد البروغرام هذا هو البروغرام ديال الافطر فطور الناس كيخرجوا يمشيو للقهاوي يمشيو يدوروا في ما عرفتش شنو انا نطوي الحوايج اوكي ماشي مشكل اوكي اول حاجه نجمع شاكوكتي غادي نجيب دابا البيسي ديالي نتفرج غادي ندير مول مليح صيغي مغربيه كاينه في الاولى وكاينه حتى في يوتيوب زوينه صراحه با مال واخا فيها شويه الاشهار حسيت بحال اللي بغاونا نديرو كريدي ونديرو مشروع معت ولكن هي عامه صيغي زوينه ليتس جو نتوما واش مسانديني قولوا لي في لي كومونتير واش مسانديني ولا لا حيت اي نيد مينتال سبورت
وي كان دو ات. درت لا سيري هنا غادي نتفرج فيها وغادي نجمعوا اول حاجه هاد البايل اوف كلوتس. تبارك الله 5 دراهم 5 دراهم. première partie de الحوايج تطوات كاع داكشي اللي كان في الناموسيه طويناه. دابا غادي نحاول نرجعهم لبلايصهم. كاين حوايج ديال خواتاتي اللي غادي يداروا في ماريواتهم. ودابا ندوزو للميطه الثانيه. وانا كنطوي الحوايج لقيت 5 دراهم. لقيت 5 دراهم حاجه مزيانه. تخلصت على هادشي اللي طويت. عرفتوا عندي هاد الايبات هكا غادي ندير فيهم الحوايج اللي صافي ما بقيتش غادي نلبس ديال البرد بزاف باش لي بيغي ان بو ليسباس الحوايج ديال الربيع. بغيت نشرب الماء. رجعت دابا كل حاجه لبلاصتها وغادي ندوزو للبايل نمبر 2. نحاول نحيد عليا هادشي دغيا دغيا باسكو بديت كنعيا. مازال ما درت والو بديت كنعيا. المهم هادو هاد الحوايج نطويهم. عطو ليا الكوراج ولا فورس. ثانكيو شكرا. حسيت بلا فورس ديالكم. مديوش عليا راه الوحدة الليل هادي. دونك كيبدا شويه ديال فان فاكت اباوت مي. انا فاش كنكون عيانه كنبدا ندخل ونخرج في الهضره ونضحك بزاف وداك. دونك الا بنت ليكم شويه كان نبسال عرفوا راه العيا. غندير لكم فلاكسيليغي باش داكشي يجي دغيا وما نطولوش بزاف هاد الطويان د الحوايج. لا دوزيام بارتي ديال الحوايج. ظهري درني عييت صراحه. ثلاث الحلقه ديال مول المليح وتفرجت في فيديو ديال جيمس تشارلز حتى هي كملتها. دابا هاد الحوايج هادو نردوهم لبلايصهم داكشي كامل. بديت كنتفرج في جيمس تشارلز راه قربت نكمل لا فيديو. والحوايج ها هما طوينا كلشي. رجعت كلشي لبلاصتو وعييت. حيت انا ما كنبغيش نبدا الحاجه حيت انا ديما كنبداها وكنعيا في نصها. مي الحمد لله ما جبدتش كلشي. عرفتوا شنو موالفه كندير؟ كنجبد كاع الحوايج. جبد كلشي كنقول صافي غادي نجمعهم. كنبقى نطوي نطوي نطوي. واحد الوقيته كنعيا. انا دغيا كنعيا كنعيا وكنبقى ندور في اني. المهم دابا ما جبدتش كلشي غير داكشي اللي كان خارج طويته. وستفت واحد لابارتي من الماريو ديالي داكشي اللي سخون بزاف درتو في هذيك الايبه اللي وريتكم. ودابا غادي ندير بوز. ما عرفتش واش من موراها غادي نطوي ولا لا. المهم دابا غندير بوز. صافي عييت ظهري ضرني. غادي نمشي للكوزينه نشوف واش نقدر ناكل شي حاجه. ما فياش الجوع صراحه ولكن كاينه واحد البسبوسه صيبتها البارح دونك نمشي ناخذ ليا طريف. كلشي ناعس الا انا فايقه كي صحت لي. نسدو الباب باش ما نصدعو حد. انا راه الصراحه ديما كنبقى فايقه غير هو كنبقى مكمشه في بلايصتي غير التليفون شاعله ولا البيسي كنكون كنتفرج في شي حاجه. دابا اليوم درت الهراج الضوا والحاله. هنا كيجيب لي الله كاين ليكو في البيت كنهضر على راحتي. حيت الرينغ لايت حيت صافي طنطنات ليا راسي الوحده ونص هادي وقيله ولا جوج مابقيتش قادره. البسبوسه هادي راه بسبوسه بلا كريم الوسط. لا غوسيت راه درتها في لا فيديو الاولى ديال رمضان. كنت درت معكم اون غوسيت ديال لي برجر وغوسيت ديال هاد البسبوسه راه كتلقاوها فوق في لو اي. بناكل البسبوسه نتفرج ونتلاقاو ابري. صراحه كنشك واش غادي نكمل الحوايج اليوم. صافي بديت كنعيا ما بقاش بزاف. عرفت تنشوف تلاقاو ابري. حنان حنان فقيت تسحري. ما بغيتيش تسحري ولا لا نوضي شربي الماء. قرأ اللي قلت لكم خاصني نكمل. صافي
صافا برسك كملت صافا قلنا واحد ربع ايترو. هلو دونك انا كندير دابا المونتاج بلاتي نحيد كاين الشقه في النظاظر. دابا كندير المونتاج لا فيديو هذه اللي كتشوفوا ولقيت راسي بانه ما كملتش معاكم لا فيديو حيت فاش تسحرنا كنت مقلوبه صراحه تسحرت وصليت ونعست. المهم جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم. الا عجبتكم كيف ما العاده خليوا لي لايك خليوا لي كومونتير تابوناو الا مازال ما مابونيش. ان شاء الله هاد لا فيديو حتى هي تطلع في لي فيو. بغيت نقول لكم ميرسي بوكو. ما عرفتش صراحه الناس اللي تفرجوا في لا ديرنيير فيديو واش ديجا مابونين ليا ولا ما مابونين. مازال ما مابونينش تابوناو. انا ديما عندي واحد النسبه كبيره ديال الناس اللي كيتفرجوا وما كيكونوش مابونين دونك تابوناو. ديما كتقول لي نطول لي فيديو ما نحاولوا نوعوا شي شويه ماشي كاع لي فيديو غيكونوا طوال مي كنوعدكم غادي يجيو فيديوهات اللي غيكونوا طوال. لا فيديو الجايه واقيله غتكون طويله واقيله اي دونت نو. غنخلي لكم انستغرام ديالي هنايا مكتوب تحت ليكران. اجي عندي سور انستغرام راه كنبارطاجي كثار كنبارطاجي لي ستوري وكنكون اكتيف كثار حيت يوتيوب كيخصو خدمه فيديو خصها تصور تمونطا وشحال في الوقت. دونك اجي عندي سور انستغرام و الى عجبتكم لا فيديو و الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تشجعوني لي لايك لي كومونتير راكم عارفين. وصافي هذا ما كان. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. باي باي.